أنا اسمي عبير أم خليل. إحنا بنعاني من كل شيء، إحنا حياتنا صعبة، إحنا عايشين تحت الموت، لا في مية نشرب ولا في مية نتحمم ولا في عنا حياة من أساس، وإحنا نعتبر موتى في المنطقة. لأن فيش عندي مية، وإن وجدت مية مالحة أشربها كمان مية لا تصلح للشرب، بتسبب المرض والحصاوة والجراثيم، بتخليني أقعد في المستشفى عشان شربة المية هذه 15 يوم و20 يوم. أنا بعاني من كل شيء، من جرب أنا وأطفالي، من أمراض الإسهال، من أمراض الحب، من أمراض الحصبة. لما أجيب المية بجيبها بصعوبة صعوبة صعوبة، مية أشرب بالعافية لما ألاقيها أشرب. فالحين جاي صيف، القمل والسبال لأولادي والوساخة بدهم 24 ساعة حمام، بلاقيش مية أنا. من وين أنا أجيب؟ أمسك منيح ميل على الجهة الثانية. وأهم حاجة شايفة مخرج الماسورة هذا، بدنا نمشي المية على كل إيش عشان يتعقم. شوفي يا ام خليل، بعد ما نظفنا لك البرميل وعلمناكي كيف تنظفي من برا ومن جوا، بدنا نعطيك ارشادات انه دائما كل يوم تفلي بنتك تنظفيها على الاقل لو فيش ميه، بس هيك خلص تضمن انه بنتك نظيفه، لانه الامل والسبان هذه كلها بتدخل بالراس وبتتغذى بفروه الراس. حقيقة مياه الشرب في عنا في قطاع غزة الآن تعاني من ارتفاع هائل بالتلوث، أيضا مشكلة الملوحة الزائدة، وهذه تتحدث يعني تحدث عن المشكلة التلوث النوعي. مياه الشرب تعاني من ارتفاع في نسبة الكلور، نعاني من ارتفاع في نسبة النترات، هناك ارتفاع في نسبة الصاص، إضافة طبعا للتلوث البيولوجي وهو وجود أنواع البكتيريا المختلفة.